طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم في محاضرة اليوم عن مكافحة العدوى Infection Control ضمن سلسلة المحاضرات اللي شغالين عليها إن شاء الله. طيب، في البداية قبل ما نبدأ، ليه نحن بنطبق مكافحة العدوى؟ اليوم أجبنا يمكن على السؤال ده ضمن القناة المخصصة على الواتساب وكذا. الناس أجابت بأنه يا أخي عشان نقلل المخاطر، عشان نحسن ونطور، عشان نقلل الأمراض، مش كده؟ عشان نقلل التكلفة، reduce the cost, the direct and indirect cost، وتفاصيل أخرى. طيب، مسؤولية منو مكافحة العدوى يا سادة؟ responsibilities and assets in which and health care. مسؤولية منو؟ مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. يس يس الفرد والكوادر الطبية والمريض، يعني جميع الأفراد هم مشارك، يعني هما يعني أعضاء فعالين في البرنامج بتاع الانفكشن كنترول. ممتاز ممتاز. طيب، لما نقول مسؤولية الجميع بنقصد كل التكنيكال اند مانجمنت بيرسونيل، مانجرز، ليدر شيب، كلهم، مش كده؟ ميديكال ستاف، تمام. طيب، اي واحد شغال في المستشفى المفترض يكون اوير بالبوليسي اند بروسيجرز اباوت ذا انفكشن كنترول، مش كده؟ طيب، كل واحد هياخد معلومة حسب نشاطه according to the activities، صحيح؟ يعني الانفورميشن اللي هياخدها الشخص الدايركت كونتاكت بالبيشن such as nurse قد تختلف الدوز او الجرعة اللي بياخدها الشخص اللصيق بالبيشن الدايركت كونتاكت بالبيشن من الشخص اللي ممكن يكون شنو؟ ما لصيق بالمريض، صحيح يا اخوانا؟ طيب، what is the infection control؟ لو سألنا سؤال شنو هو مكافحة العدوى؟ أو ماذا يعني مكافحة العدوى؟ برنامج مكافحة العدوى. Infection control is identifying and reducing the risk of the infection developing or spreading. نحن هنا دايرين نحدد ونتعرف ونقلل من شنو؟ من الريسك، من الخطر، وكذلك من المخاطرة. هذا الريسك. طيب، of infections، دايرين نقلل من شنو؟ من الخطر والمخاطرة بالنسبة للعدوى، ونطور برنامجنا على أساس إنه نمنع ونحد من الانتشار spreading بالنسبة لشنو؟ للعدوى. طيب، العدوى دي متمثلة في شنو يا إخوانا؟ العدوى متمثلة في شنو؟ For example، العدوى دي متمثلة في الأمراض اللي بتكون يعني منقولة بالهواء، يعني الحاجة الميكروبات اللي بتكون في الهواء، أو Yes. الميكروبات يعني دايركت كده، يعني في الحاجات التطش المباشر، Yes. أو ممكن يعني من الإشعاعات بتاعت المريض، يعني عموما ممكن يكون الانتشار عن طريقه. Good. Good. ممتاز ممتاز. تاني الجراثيم تاني والميكروبات والأحياء Yes. الدقيقة. ممتاز. Yes. Yes. كل الأمراض، كل الكوميونيكابل ديزيز ممكن نعتبرها أمراض معدية. Yes. 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 Good. الفيروسات مثلا. Yes. Yeah. Any scene attack on a vulva of the human body. يعني أي جسم أو أي مايكرو أو مايكرو أو any scene attack the human body. يعني ممكن يسبب له اختلالات
غير طبيعية اللي هو باعتباره مسبب مرض أي أجنس للأمراض، ويعتبر عدوى أيا كانت يعني. فهذا يتعمل كفرين وقتل الترانسميشن بتاع الانفكشن او بتاع اير بورن، فود بورن، ووتر بورن، دايركت ان اندايركت، هذا هيومن بودي مفترض تعمل لها كاتنج. جود جود، ممتاز ممتاز. يعني في حد عنده مداخلة؟ كلام جميل جدا. later on احنا ان شاء الله جايين على الـ chain of infection، على الـ على الـ على السلسلة بتاعت العدوى اللي هتتمثل، يعني كلامكم ده كله لما نجي نلخصه في سلسلة العدوى، في عامل ممرض الـ infection agent، وفي reservoirs، في مصدر للعدوى مش كده، وفي وسيلة للانتقال الـ mode of transmission. طيب التفاصيل دي ان شاء الله later on هناخدها وهنتفصل فيها، لكن حسي according للتفاصيل الديتيلز اللي انت ذكرتوها الان، لابد من احنا نكون عارفين يعني basically المعلومات اللي بتكون بالنسبه لنا مدخل في الانفكشن كنترول. طيب لابد من نعرف انه المايكرو اورجانيزم متمثله في الفيروس البكتيريا بانواعها. طيب الان مثلا عندنا الكوفيد 19 ذا مايكرو اورجانيزم مش كده، هو فيروس ومستجد، طيب يعتبر بانديميك، يعتبر وباء عالمي، لابد من انه نكون عندنا policies and procedures to control. طيب شفتوا دور الـ education، الـ health education internationally لعب دور كبير جدا في التعامل مع العدوى او الوباء العالمي البانديميك او الـ COVID-19 pandemic مش كده؟ طيب الهيلث ايدوكيشن اند بروموشن لعب دور كبير جدا في كيف نحن نتعامل مع الـ 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 الوباء العالمي، وبنفس الطريقه لابد من انه يكون في awareness and training للتعامل، يعني للتعامل في المؤسسات العلاجيه in health institution. طيب قبل شويه قلت انه ال مكافحة العدوى مسؤولية الجميع، وفعلا مسؤولية الجميع. طيب to improve awareness of the basis of infection prevention that are required to stop the spread of infection، نحن عايزين نحسن ونعمل برنامج بتاع التوعية كأساسيات، عشان شنو؟ infection prevention، عشان نقي أنفسنا في المقام الأول. طيب أي واحد داخل المؤسسة العلاجية لابد من أنه يكون عنده دور وقائي، والوقاية خير من العلاج مش كده، prevention is better than cure. طيب الوقاية خير من العلاج بيدلنا على شنو أو بيقودنا لشنو يا أخواننا؟ الوقاية يعني تيك كير، اوكي تيك كير، ايوه تاني تاني الوقاية خير من الانفستمنت في الوقاية ممكن يغينا بعدين انه يجينا المرض او يعني ونتكلف في العلاج. جود 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 جود، ممتاز، ده دور مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، لابد من الليدرشيب يلتزموا به، ليدرشيب كوميت بالنسبة ليه الانفستمنت اللي ذكرته الدكتور الآن. ليه؟ لأنه أنت بدل ما تبني مستشفيات كثيرة، وبدل ما تقعد مثلا تحافظ على نظافة البيئة، تحافظ على مستوى الوعي أو ترفع مستوى الوعي، ما في مشكلة المستشفيات تكون كثيرة، لكن كمان الاستثمار الطبي يا أخواننا والاستثمار في المجال الطبي
بيبقى زيه زي الاستثمار في المجالات التانية زي ما انتم شايفين، صحيح؟ يعني اي زول بيجي يستثمر في الطب زيه زي الكافتريات مش كده؟ واي مبنى ممكن يتحول لمستشفى، يعني مع انه المستشفى عنده ستاندر، عنده معايير، عنده معايير للفنتيليشن، عنده معايير للكواليتي سيستم، عنده معايير للسيفتي، عنده ها مش كده؟ طيب اذا هنا نحن حنوازن بالنسبه ل according to infection and prevention، حنوازن بين الكوست، حنوازن بين الكواليتي. هو اهم حاجه ها ضمن الوقايه خير من العلاج، حنحد من الويست، الهدر، كثير من الهدر. هدر اذا كان في الـ في في الـ في الـ في هيومن ريسورسز، في الفاينانشال ريسورسز ها ان اذر، مش كده؟ ولا ما بنقلل من الويست من خلال البريفنشن؟ هدر على مستويات مختلفه، ها ويست اوف تايم، ويست اوف برودكشن، ها ذات مين ويست اوف تريتمنت، ولا ما كده؟ ما في زياده معالجه برضو. انت زي مش كده، في 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 يقول لك في المصانع في زياده بتاعت انتاج، ها في المستشفى بيكون في معالجه زايده او معالجه غير مناسبه او ري اسسمنت، او يعني المريض لما يعني يصل لمرحله بتاعت شنو انه يخاف من العلاج، يصل لمرحله بتاعت انه العلاج ده بالنسبه له ما مجدي. يعني واحد يقول لك اخذت ادوني كميه من الحبوب مشيت لك، ما في ما في علاج، ده كله هدر. هل المريض يحسب للمساله دي؟ يس، تو بيشنت ساتسفاكشن، تو بيشنت لويالتي، لابد من تحسب الحاجه دي. اذا امبروف ان اوير هنا بيقودنا لشنو؟ بيقودنا لانه يكون في good output and good quality and good healthcare services. صحيح كده يا اخوانا؟ طيب المساله محتاجه مننا شنو؟ required بالنسبه للمساله الامبروف عشان نحسن، عشان نحسن to improve محتاجين training، محتاجين awarenesses، محتاجين infrastructures، availability of infrastructures، ها توفير للبنية التحتية. ها الinfrastructure متمثلة في شنو يا اخوان؟ المباني، الكوادر الطبية. يس يس انا نظرتي قد تكون مختلفه شويه في 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 البنيه في البنيه التحتيه للانظمه الصحيه. فلو كان الاهتمام الاولى لبرامج الرعايه الصحيه الاوليه وتطبيق التطبيق تطبيق شامل او بالاحرى التطبيق الصحيح الحقيقي الواقعي، فبالتالي ان احنا ما بنتحاشى التكلفه والكوست العالي بتاع المعالجه. ما هي الافضل قبل اللي قالوا الوقايه خير من العلاج، يعني البريفنشن ما بيديني لوس كثير وما في كوست كثير غير التريتمنت. فتطبيق برامج الرعايه الصحيه الاوليه من امومه وطفوله للتشايلد والبيدياتريك للسكن الصحي، الغذاء الصحي، الماء الصحي، اصحاح البيئه بصوره عامه، تهيئه البيئه المحيطه بالانسان كله بصورة لائقة أو بصورة حسب الأسس والمعايير الستاندر بتاع الرعاية الصحية الأولية. يعني إحنا ما بنحتاج لتكلفة المعالجة العالية دي. إحنا بنقول معليش أنا الكلام كثير، لكن تطبيق برامج الرعاية الصحية الأولية، تطبيق برامج الرعاية الصحية الأولية بتغيني من حاجات كثيرة، بتقلل تكلفة المدخلات العلاجية. يعني لو هي لو احنا اهتمينا بالبرامج الصحيه بتغينا من تطبيق البروتوكولات الطبيه.
دينا مداخله بسيطه كده، ما كلام يس كثير، لكن نترك الفرصه لباقي يس الزملاء ان شاء الله. ممتاز ممتاز. لا لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. هو التدريب كده أصلا ناس تشارك أخذ وعطاء، يعني المدرب يستفيد والمتدرب يستفيد. يس يس، في حد عنده مداخلة تانية to improve؟ احنا قاعدين نتكلم عن ال improve لل health services. الحاجات التكنيكال موجودة في المحاضرات، لكن احنا هنا عايزين نركز على حاجات في السيستم، فوكسنج للسيستم. يس اتفضل. تحيات الإنترنت ما مساعدك يا أستاذ عوض، الإنترنت ما مساعدك، في تقطيع في الصوت. ممكن أي حد الإنترنت ما مساعده نبهناه ممكن يشارك تهيئة البنية التحتية من حيث المباني والأقسام أيوه المختلفة داخل المواصفات الصحية. ممتاز ممتاز ممتاز، الكلام كده وصل تماما ممتاز. طيب في حد عنده مداخلة تاني؟ التحسين يشمل البنية التحتية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأفراد داخل المؤسسة تهيئة العلاجية أو البنية التحتية. يس كويس يس كويس. يس طيب يس نعم كده واضح الصوت؟ الصوت واضح، كلامك وصل أستاذ عوض، كلامك وصل، بس انت لانه الشبكه بيكون وصل تاني، وصلتها بصفه بشكل اخر. استاذه نفيسه خلصتي؟ دكتوره نفيسه خلصتي ولا؟ كلامك جميل سعد عوض، سمعنا كلامك للآخر، نحن الصوت كان واضح يعني ما في مشكلة. طيب في حد عنده مداخلة تاني؟ نعم. طيب بالنسبة للنيوتريشن، يعني هو كجانب بيضمن لنا برضه الهيرث كواليتي، وكمان الاكسرسايز واحدة من اللي يعني لو زدنا مثلا الاويرنس بجانب النيوتريشن برضه بنضمن الهيشن هيلث كواليتي. يس يس يس، كل الهيلث سيرفيس بتقودنا للجود اوتبوت. لو مسكنا الموضوع كبروسيس كامل، كعمليه كامله، الانبوت ممكن تكون كل المجالات الطبيه، واضافه كل مجال طبي، قسم اللاب، قسم النيوتريشن، قسم الطب الوقائي، قسم الاقسام الاخرى، الميديسين البيدياتريك، السيرجري، and so يلا كل الحاجات دي بتشتغل تكنيكالي اند مانجمنت، فنيا واداريا، عشان يدونا شنو، يعطونا اوتبوت، يعطونا ريزلت، يعطونا هيلث سيرفيسز. طيب هنا معناها ان احنا هنشتغل على الفهم الجيد لكل مقدم خدمة، health providers مقدم خدمة كلهم في مجال، ويعتبر كل المجالات سلسلة chain، سلسلة متكاملة، وأي خلل في أي سلسلة في الحقل الصحي يعتبر أي خلل يعتبر مشكلة في النظام ككل. يعني أنا ما بقدر أستغنى عن قسم الطب الوقائي في المؤسسة العلاجية، ما بقدر أستغنى عن اللاب، ما بقدر أستغنى عن النيوتريشن، مش كده؟ ما بقدر أستغنى عن الجانب النفسي والاجتماعي، ما بقدر أستغنى عن الأشعة. ومن المؤسف إنه بتلقى في مؤسسات علاجية في قسم بتاع أورثوبيديك، لكن ما في قسم بتاع ما في سكشن خاص ب الاكس راي روم او الاكس راي بروجرام بشكل عام يعني، صحيح؟ فهنا حتكون الاكسسبيليتي، سهوله الوصول للخدمه، فيه خلل. اذا تو امبروف محتاجين ليدرشيب كوميتمنت، فيرست محتاجين ليدرشيب كوميتمنت، التزام القياده بتوفير بروفايد، بتوفير شنو؟
كل المتطلبات الهيومن ريسورس والان هيومن ريسورس. محتاجين good training and awareness بالنسبة لكل البيرسونيل، كل الميديكال تيم. محتاجين تهيئة للبيئة العامة. محتاجين تكنولوجيز، صحيح؟ ولا ما معنا تكنولوجيز؟ التكنولوجيا حتكون ضمن البنية التحتية بتاعتنا، المعلومات الانفورميشن ضمن البنية التحتية بتاعتنا. تسمعوا بكلمة بنية تحتية معلوماتية، صحيح؟ الآن شوفوا كمية الورق الموجود في المستشفيات وكمية الهدر للورق دي والتداخل لكمية المعلومات والأخطاء نتيجة لتداخل هذه المعلومات وعدم التحكم في ما في كنترول للدوكيمنتس للدوكيمنتيشن تو امبروف. لازم نحن نرجع ليكون في جود دوكيمنتيشن. والدوكيمنتيشن الان اذا ملاحظين في تحول رقمي حصل، يعني سيستماتيكلي او السيستم بقت المعلومات كلها تمشي عبر نظام او شبكات تربط كل الاقسام ببعضها، فبالتالي هنا حتوفر لنا سهوله الوصول. يعني مثلا لما يجي البيشن من الاي ار من الامرجنسي يتعرفوا على البيشن ودوه معلومات او اخذوا منه انفورميشن، البيشن دي معلومات كلها تنزل على السيستم، فبالتالي كل الاقسام المعنيه اتشين السلسله اللي هو حيمشي عليها او الاقسام اللي حيمر بها هم حياخذوا كول الارم بانه في بيشن جاي. طيب البيشن ده عمل انفستيجيشن في اللاب، طوالي الانفستيجيشن دي دايركتلي بتظهر وين؟ للقسم المعني، للقسم المعني مش كده؟ وكده بيكون في سهولة اتخاذ قرار to decision make للقسم المعني أو للجهة المعنية. إذن الآن فيما يسمى بالغوفرنانس، الكلينيكال غوفرنانس اللي هو شنو يا إخواننا؟ يعني شنو كلينيكال غوفرنانس؟ الحوكمة مش كده؟ الحوكمة العلاجية يعني والحوكمة. الحوكمة. يس. يس. يلا دور الحوكمة شنو؟ دور الحوكمة توحيد للإجراءات، تحسين وتطوير للعمليات للبروسيسيس. ها؟ وبيساعدنا في تقديم خدمات أفضل، بيساعدنا في الالتزام بمعايير. ها؟ كوميت بالنسبة للستاندرد. بيساعدنا في انسيابية الخدمة. بتسمعوا في الشركات بما يسمى بالاي ار بي سيستم، النظم اللي بتساعد في توحيد الاجراءات، ماركتنج اكتيفيتيز، فاينانشال اكتيفيتيز، برودكشن اند اوبريشن اكتيفيتيز اند سو، اللي بتسمعوا بها في الشركات. يلا نفس النظم دي بقت في المستشفيات ضمن الكلينيكال جوفرنانس. نتمنى اذا في مايك مفتوح نغلق المايك على اساس انه ما يكون في زعج إلاف اذا ما عندك اي مداخله. طيب اوكي واضح يا ساده؟ طيب تو امبروف نحن لازم نتماشى مع التحول الرقمي الحاصل، كذلك نتماشى مع كل المستجدات في تكنولوجيا الطب. طيب بتلاحظوا يا اخواننا انه في مريض بيقصد مستشفى معينه عشان مثلا فيها مثلا اخصائي شاطر، اخصائي بيهتم بالمريض. في واحد بيقصد المستشفى عشان بيئته، عشان البيئة مهيئة، بيئة نظيفة. في واحد بيقصد المستشفى عشان التكنولوجيا اللي فيها، الأجهزة ولا مش كده؟
فإذا كل هذه التفاصيل هي اللي بتساعدنا في إنه نحن to provide good health services. صحيح؟ الأجهزة والمعدات، البيئة، والأفراد المؤهلين، effectiveness and efficiency بالنسبة للبيرسونيل، بالنسبة للميديكال تيم، ووجود سياسات وإجراءات، وجود نظام يضمن لنا انسيابية الإجراءات to accessibility of services. لأنه في صعوب أو في سهولة وصول الخدمة زي ما ذكرنا في المحاضرات السابقة، في سهولة وصول مادي، يعني بقروشك ما قادر تصل الخدمة الصحية، في سهولة وصول جغرافي، المستشفى بعيدة جغرافيا بعيدة، عشان كده بيوزعوا المستشفيات لمناطق، مثلا في بحري في مستشفى بحري، مثلا في أمدرمان في مستشفى أمدرمان، في الخرطوم في مستشفى الخرطوم، وهكذا. فده توزيع جغرافي to accessibility، سهولة الوصول. يلا بعدك في سهولة وصول لغوي جاي من اللغة، لازم يكون في good communication، لازم يكون في معلومات واصلة للمريض، لازم نحن نعطي مثلا معلومات عن الميديكيشن لهذا المريض ويكون aware بالمعلومات، لازم نعطي معلومات عن الدايت بالنسبة للبيشن عشان to discuss، أو بعد ما يتخرج من المستشفى يمشي يعرف يتناول وجبة وفق ما هو مطلوب according to health status. فهنا هيحتاج counseling، مش كده؟ وهكذا. إذا دي كلها خطوات لimprovement، ويمكن الكلام عن improve أو quality improve أو health care improvement بكثر، لكن هنحصر في هذا الجانب. طيب infection prevention، عشان نقي أنفسنا من العدوى فيما يسمى بـ HIS، HAIS اللي هي Hospital Associated Infections، العدوى المرتبطة بشنو؟ بالخدمات الصحية والمرتبطة بالمستشفى. طيب What are HAIS؟ شنو يعني HAIS؟ HAIS means infection the patient would not have accurate if they were not in the hospital setting. بتحصل مشاكل عدوى، تحصل التهابات للمريض، مش كده؟ إذا نحن ما التزمنا، إذا المريض ما التزم، أو إذا المريض ما أخذ معلومة كافية أو ما كان مهتم به، تمام؟ هيحصل التهابات، هيحصل infections. طيب وجود المريض في المستشفى قد يكون خطر إذا لم تكن هنالك احتياطات precautions، عشان كده الستاندرد precautions الاحتياطات المعيارية كانت تسمى universal precautions، الآن سموها الستاندرد بريكوشنز اكوردنج للكواليتي سيستم. يلا دي اللي قدام ان شاء الله هنشوفها في المحاضرات الجايه ان شاء الله موجوده. طيب فبالتالي العدوى المرتبطه بوجود المريض بالمؤسسه العلاجيه معناها هنا هتحتاج مننا بريكوشنز، احتياطات. الهوسبيتال اسوسييتد انفكشنز هنا كذلك تتمثل في اتجاهات مختلفة أو في أبعاد مختلفة. في أولاً CAUTI الكاسيتر أسوسييتد يورينري تراكت إنفكشن اللي هي الالتهابات أو الالتهابات المرتبطة بشنو؟ بمشاكل الالتهابات المسالك البولية، يعني المصاحبة للقسطرة وكذا. إذن هنا بتحتاج إنه يكون في تدريب عالي لتركيب هذه القساطر، مش كده؟
والتعامل معها بشكل جيد. طيب، وبالتالي العناية بالمكان الخاص بالقسطرة، عشان لما نمشي نشوف مريض القسطرة مجدوعة في الأرض توصيله بيكون أحياناً بطريقة غير مناسبة، وما في إهمال كبير جداً للتعامل مع الكاشيتس، وهذه كلها لها تأثير سلبي كده. طيب، كذلك عندنا السنترال لاين اسوسييتد بلود ستريم انفكشنز السي ال اي بي اس اي. طيب، ده اللي هو الالتهابات والعدوى المرتبطه بمشكله الدم او بمجرى الدم وبالسنترال لاين بالخط المركزي للدم. طيب، هنا جنرالي اس بلاد او في مشاكل الدم ومشاكل تركيبه الترتيب لاي مشاكل وريديه يعني، او مشكله في التعامل مع الوريد، مشكله في التعامل مع الحقن، مشكله في التعامل مع اي تركيب لحاجه في الوريد. طيب، هيكون في عدوى اذا ما تعاملنا بشكل سليم مع السنترال لاين بلاد ستريم انفكشنز، او ما في تدريب، او ما في بروتوكول، او ما في سياسات واجراءات بوليسيز اند بروسيجرز، ما في خطوات لتركيب اي حاجه في السنترال لاين. وكذلك الانفكشن المرتبطه اللي هي نحن بنتكلم عن الهوسبيتال اسوسييتد انفكشنز، كذلك ال في اي بي الفنتيلاتر اسوسييتد نيمونيا، هنا دي متعلقه بالريسبيريتوري ديزيزز مش كده، ودي ما اكثر يعني، لانه في سلوكيات خاطئه امتدادا من السلوكيات الخاطئه ومرورا بعدم وجود احتياطات بروكوجز من البي بي اي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، ومرورا كذلك بعدم الاهتمام بالبيئه مش كده. فالالتهاب الرئوي مثلا عندنا في الاي سي يو في الانتنسيف كير يونت مشاكل النيمونيا دي كثيره، في العنابر كذلك. طيب، الاحتياطات اللي مفترض نتعامل بها مع اي chest infection، severe chest infection او اي نوع من النيمونيا، شنو هي الاحتياطات؟ الاحتياطات في البدايه البي بي ايز، ده طبعا اضعف الايمان مش كده، والانتيبايوتيك والتدخل السليم وتفاصيل اخرى للمعالجه السليمه، والسياسات والاجراءات او البروتوكولات اللي مفترض نتعامل بها مع مثل هذه الامراض. طيب، also SSI اللي هي cervical side infections post operative، مريض حصلت له في بعد العملية حصلت له infection، cervical problem كثيرة جدا ولا حصل لها، أخطاء طبية كثيرة جدا. الناس اللي بيشتغلوا في السياتر المشاكل المتمثلة في شنو؟ يلا يا سادة، cervical infections such as ممكن تكون شنو؟ المشاكل بتاع الـ SSID طبعا هي هنا احتضرنا، هي محتمدة اعتماد كله على الشغل بتاع العملية، غسيل الالتزام يعني بتاع الإسقاف داخل العملية بغسيل اليدين، حتى المعدات وتعقيمها، والبيئة المحيطة يعني بالبيشن داخل العملية، التعقيم بتاع يعني المعقمات يعني اللي بتستخدم في العملية. فاعتبر أنا الحاجة الأساسية في الكلام ده غير يعني غير البي بي إيز، غسيل الأيدي يعني هو الطب في الحاجة دي.
بالإضافة لأنه المشاكل طبعا قاعد تواجه في المستشفيات، التهاب الجروح ده قاعد يكون كتير شديد يعني بصورة ما طبيعية، فقدر ما يكون التحكم في العملية ومستوى بتاع تعقيمها والتزام الإسطاف داخل العملية بالحاجات الإستاندر، غسيل الأيدي، ما يلمسوا حاجة أثناء العملية وكده، فقدر ما بتقل الحالات بتاعت الإنفكشن في، لكن قدر ما يكون ما في التزام وبيكون في هاي ليفل في الـ SSI. يس ممتاز ممتاز، إضافة ممتازة. تاني يا إخوان، عموما في السياتر يا إخواننا لابد من إنه يكون في بوليسيز خاصة بالستاندرد بروكوجس اللي جايين على ليتر أون، طب المشاكل عن هيجين والتفاصيل كلها. أها يس يس تفضل تفضل مرحبا. اغلب المشاكل برضو يا دكتور، يعني عاده احيانا كثيره بيحصل للمريض تلوث في العنبر بعد ما يطلع من العمليه، وانا بعزي السبب ده لانه عمليات النظافه ذاتها في المستشفيات غير ما بروفيشنال، يعني دي اغلب المشاكل بيحصل بكتيريا سيتيموناس، إيه حاجات كثيره بتحصل للبيشن. انا يمكن السلام عليكم يمكن يس يس ممتاز ممتاز ممتاز. انتهيت يا استاذ عوض؟ خلصت؟ كلامك جميل. طيب عشان ندي فرصه للي بعدها، الاستاذه اللي بعدها. طيب تفضل يا دكتوره، الزوله اللي قبل شويه شاركت. تفضلي. ايوه انتهيت على حبيبي. اوكي شكرا شكرا. طيب يلا ها انا بضم صوتي، بضم لي صوتي لعوض. الاحتياطات بتكون اكثر في في في, في السيتر، بيكون في كير افضل، يعني بتكون في الاهتمام اعلى، يعني ممكن قد تكون في نسب ضئيله بتاعه التلوث لو كان السيتر الواحد كان سيرجري اوبس ممكن يحصل، لكن اكثر الانفلاميشن بيحصل بيكون في العنابر، في عنابر مستشفياتنا يعني. فغير الانفايرمنت حول المريض في الغرفه ممكن يكون بالمخالطه الاذر بيشنس لو كان في العنابر الكبيره، برغم سوء النظافه الكلين بتاعتها بيكون في كميه بتاعت بيشنس في 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 مساحه قد تكون ما للاستاندر، يعني حتى الاسره ما للاستاندر، بيكون في اكتظاظ. بالاخص انا قاعد اشوف في البيدياتري، يعني في المستشفيات العامه في البيدياتري بيكون في اكتظاظ خاصه في المستشفيات الريفيه، اكتظاظ وبيكون في ملتي كيس ويكون في كلين بيكون سيء جدا، ده غير الفوميتنج والكف والحاجات اللي بتحصل للبيشن الثانيه. اكثر الانفلاميشنات بتحصل في 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 العنابر اكثر مما تكون فيها في 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 السيتر. انا شايف لو كان حتى الادميشن بتاع البيشنس يعني بستاندر محدد او يحصل لهم كلاسيفيكيشن محدد للادميشنز، يعني يصنفوا عشان ما يحصل لنا انفكشن في 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 الخلط خاصه في العنابر العامه. وشكرا لكم. ممتاز ممتاز يا دكتور اشرف، نبه على نقطه مهمه يا اخوانا، ده دور الكواليتي سيستم هنا، انه يكون في ستاندر للادميشن، في اجراءات محدده ومعايير لانك تنتظر، في معايير لانك هتتجه للعنبر الفلاني او للغرفه الفلانيه، في ستاندر لانك تتلقى خدمتك، في ستاندر لانه تعرف حقوقك، في ستاند وهكذا. طيب ال 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 الجوده بتوفر لك مسارات لانسيابيه الخدمه، وانسيابيه الخدمه بتساعد بشكل كبير على تقليل مستوى الديفكت، مستوى الديفيشن الانحراف والتداخل. طيب also a surgical site infections ممكن تكون ناتجه عن عدم التنسيق الكوردينيشن between medical team، ودي مشكله كبيره برضو ناتجه عن معايير
بتاع جودة أو خطوات لتقديم خدمة أو خطوات للبدء في العملية. يعني قبل ما تبدأ في العملية عندك بروتوكول، عندك إجراءات، عندك خطوات بيتم بها. أهم حاجة بتضعها في اعتبارك الستاندرد بريكوشنز المتمثلة في مثلاً البيفورم هان هايجين، البي بي إيس، التزامك بالبي بي إيس وتوفير بالكواليتي والكوانتيتي الكمية والنوعية المطلوبة، والتزامك ب الأسيبتيك تكنيكس، مش كده؟ الديسينفكشن، استرلايز، الحاجات المتعلقة بالنظافة، يعني سلامة البيئة وسلامة المعدات، والأسيبتيك تكنيك يا أخواننا من الجوانب المهمة جدا اللي نحن صراحة قاعدين نخفق فيها في المستشفيات. بعد ذلك بيجي دور الديسبوزال أوف ويست، مش كده؟ الشعب سيف، يعني المشارب دي حتخدها وين، الحقن دي حتتخدها وين، الكذا. طيب الأدوار أو العمل كفريق، ودي نقطة مهمة جدا، التيمورك، نهج العمل كفريق. انتوا عارفين يا اخوانا لو عشان ما في تنسيق في الادوار احيانا بيقوم بينسوا شاش، عشان ما في تنسيق في الادوار احيانا بينسوا مثلا اي مقص ولا اي حاجه، بعد ما يدخلوا العمليه فبعد ذاك يضطروا يمشي يجيبوها. ما في سيستم. الفايف اس، السينات الخمسة في الكواليتي سيستم، بدأت تطبق على المستشفيات عشان توفر لك المعدات والإكويبمنتس والتولز تكون قريبة منك، وما تكون في مشكلة في إنك تصل للحاجة دي، ما تكون في مشكلة بإنك تمشي تستلف جهاز ضغط الدم عشان تقيس للمريض ده، ولا تمشي تجيب حاجة من هنا وتطلع وتنزل. يعني أبسط حاجة الجلافز ده يا إخوانا لما يكون ما أفيلابل، كان سيرجيكال، كان اكزامينيشن، دي تبقى كارثه. ولا رايكم شنو يا ساده؟ ولا يكون في شح في استخدامه، مش كده؟ طيب فبالتالي كبيره جدا. نعم. طيب يا دكتور، النقاط دي ممكن نلخصها في أنواع المخلفات، اللي هي المخلفات ممكن تكون ناقلة للعدوى زي الدم، مخلفات الآلات الحادة كده. يس. طيب دي كلها يعني تتلخص في التعامل الجيد مع البيئة أو البيفورم روتين إنفيرومنتال كلينينج، التعامل مع الويست طبعاً هتصنف الوست دي، ولازم تكون في تفاصيل دقيقة للتعامل مع أي وست قبل طبعا مرحليا أو يعني جرادولي. أنت الإجراءات دي بتجي أو بتأتي عشان تكمل البروسيس. أنت بديت بشنو، انتهيت بشنو، لازم الحاجات دي تكون مكتوبة في المصانع عشان تبدأ في إنتاج منتج. في الماكينة بيكون في لاصق أو في حاجة مكتوبة، تفاصيل مكتوبة في إنه عشان تنتج المنتج دي 1 2 3 4 في بروسيس بيسموه الفولو أب دياجرام بالنسبة لي تصنيع منتج معين. طيب بنفس الفولو أب دياجرام لازم يكون في المستشفى في إجراءات يعني زي ما بيقولوا متسلسلة ومنظمة لتقديم أي خدمة طبية. واحد هتعمل شنو، اثنين هتعمل شنو، ثلاثة هتعمل شنو، أربعة هتعمل شنو، خمسة. طيب ما تتخطى خطوة تمشي لخطوة أخرى. يعني في دور حيجيك في تنظيف مكان الجرحى والمكان اللي هتشتغل عليه بالشخص، يلا ما لقيت أي مادة معقمة أو أي مادة منظفة تقوم تتجاوز الحاجة دي. اللي بيحصل شنو؟ يا دوب كده الانفكشن بيحصل، لأنه السورس اوف انفكشن ممكن يكون في الاكويبمنت، ممكن يكون في
الحائط، ممكن يكون في الأرضيات، ممكن يكون في يدك، ممكن مش كده، ممكن يكون في الهواء. فأنت لما تجي تعمل سكرينينج للسيات بتتأكد من كل التفاصيل دي. طيب إذن كل هذه التفاصيل تحتاج، أو ركزنا على السياتر لأنه صراحة حاجة مؤسفة جدا إنه نحن يعني نهمل هذا الجانب، والمشاكل كلها قاعد تجي من النقطة دي. بس أوبراتيف بيشن حتى في الدريسنج وفي كل الشغل الخاص بالأوبن بونز والتعامل مع البون بشكل عام قاعد يحصل إنفكشنز. وزي ما انتم عارفين في نظام بتاع تشيل للانتي بايوتيك، انتي بايوتيك ريزيدنس، كيفيه التعامل مع اي حاجه طوالي انتي بايوتيك، بوست اوبراتيف طوالي، تعمل البيشنت انتي بايوتيك لانه انت ضامن انه في انفكشن. يلا هنا دور الوقايه معناه غايب، صحيح؟ انا غايته بالنسبه لي تحليلي كده، لانه في البروتوكولات في الدول المتطوره ما في كلام زي ده، صحيح ولا ما كده الكلام يا اخوان؟ صحيح 100% يا دكتور. يس. فانت الكلام يعني... نعم الكلام كده صحيح يا دكتور، لانه فعلا ده الحاصل، لانه حتى على الاستاف ذاته في 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 قصور. نعم نعم، جينا بجينا مرات عينات بتاعت وود انفكشن للاسف بتكون ريزيستنت حتى للميربنم اللي هو اقوى انتي بايوتيك، ها بعدين هيدوا شنو للاسف، ودي كارثه في نفس الوقت. يس، ودي كارثه كبيره في المؤسسات العلاجيه. طيب نعم تفضل تفضل يا دكتور تفضل. طيب إنه ما في مشاركة. طيب إذا نحن لابد من ضرورة التعامل مع هذه التفاصيل السابقة بشكل جيد، ونضع في اعتبارنا كل ال لكن في نقطة صغيرة كده، يعني أنا عايز أفهم أنا أي كونسرت بعد أي كونسرت بعد السبب. وربما الشبكة ما مساعدة الشخص المشارك قبل شوية، بس الصوت قطع وجدان. طيب الواحد إخوانا ما يغلق لما يحصل له انقطاع، معلش أنا ما نبهت على الحتة دي في البداية. أنا طبعا مستخدم إنترنت فايبر على أساس إنه يكون في استقرار في الإنترنت، إذا حصل لك أي مشكلة معناه ده من جودة الإنترنت عندك، فعادي جدا تنتظر لحد ما الصوت يصلح عندك، لأنه يعني في ناس عندهم بيحصل تذبذب زي اللي حصل قبل شوية. طيب يا سادة، يبقى أنا لازم أكون عندي مثلاً quality system، والquality system شايفين كلكم ال total quality management وال joint commission GCI مش كده، والclinical governance، ومثلاً في السعودية في عندهم السباهي مش كده، الناس في المملكة العربية السعودية سباهي سيستم، صحيح؟ طبعا في معايير دولية ومعايير محلية. طيب الجوين كوميشنز المعايير الأوروبية دي للجودة سلطت الضوء نحو تفاصيل مهمة، أو في new requirements متطلبات مهمة وجديدة في إطار تقديم الخدمات الصحية، على أساس إنه نحن نحسن ونطور involving patients and developing their treatment plan and setting realistic expectation and measurable goals. طيب أنا لازم
أضع البيشنت في عين الاعتبار. أنا عشان أطور من الخدمة العلاجية لازم أكون عندي بلان، أكون عندي خطة لتقديم الخدمة العلاجية. والإكسبكتيشن بالنسبة لي اللي هو بيسموه شنو، التوقع. التوقع بالنسبة للمريض البيشنت، بالنسبة للكوتيشنز، بالنسبة للهيلث بروفايدرز مقدم الخدمة الصحية نفسه. طيب your expectation، توقعاتك شنو من تقديمك للخدمة الصحية؟ لازم هذه التوقعات تكون مقاسة بتولز measurable goals. انت هنا لازم تكون هذه التوقعات مقاسة، فيها قياس، في قياس للأهداف. طيب في جودة الخدمات، جودة الرعاية الصحية والجودة بشكل عام، بيقول لك في بالنسبة للإكسبكتيشن، إذا كان الخدمة المقدمة، الخدمة اللي أنت بتقدمها كانت أقل من توقعات البيشن، معناها الخدمة هنا رديئة. الخدمة اللي أنت بتقدمها كانت أقل من توقعات البيشن أو متلقي الخدمة، معناها الجودة هنا رديئة، جودة الخدمات الطبية هنا رديئة. طيب إذا بالنسبة لـ according to expectation، إذا الخدمة اللي أنت بتقدمها، الخدمة الطبية اللي أنت بتقدمها اتساوت مع توقعات العميل أو توقعات المريض الـ patient clients، معناها الخدمة هنا مقبولة أو جيدة. طيب إذا الخدمة اللي أنت بتقدمها فاقت توقعات العميل، معناها الخدمة هنا ممتازة. العميل هو البيشن مش كده، والكوبيشن برضو. طيب يا سعادة 200 الخدمة بتفوق توقعات العميل، هل بالصدفة؟ طبعا لا، ما بالصفة، لا بد من تطبيق هي الكواليتي، التطبيق الكواليتي يعني الشامل، تطبيق الجودة الشاملة في منافس تقديم الخدمة الطبية العلاجية. في مفهوم خاطئ خاصة عندنا هنا في السودان وفي مؤسساتنا. طبعا هي دائرة كوست عالي، الجودة الشاملة عايزة كوست عشان تصل لستاندر محدد، هم يعني بأقل التكاليف عايز يسير منفذ الخدمة الطبية بغض النظر عن الكواليتي بتاعه شنو. مع إنه تطبيق الجودة الشاملة في منافس الخدمة دي هي بتقلل من برامج يعني مستقبلا الصيانات والإصلاح والطرنه والترميم والحاجة دي، بتقلل لك التكلفة دي. هي بالعكس هي بتقلل التكاليف، هي كالتكلفة الأولى الإنشائية الأولى بالنسبة للإنشائية، تكنولوجي، مباني، كادر، أجهزة، أي إن كان بالكواليتي العالي الشامل. فبيكون في كوست عالي مبدئيا نعم، لكن بيقلل لك فيما بعد يعني ما زي ما بيقولوا تاني، انت ما بتدخل يدك عشان تعمل اصلاحات او ترميم او اي ايرور، ما بيحصل لك ايرور بالصور يعني، انت بتستمر لفتره طويله، بتقلل لك الجهد ويكون في دقه وسرعه. وممكن هي يعني للان ما اظن في مؤسسه يعني السيرفيس بتاعي بفوق خدمات البيشن او الكوبيشن العملاء، لكن قد تكون يعني وفق تصور البيشنز. لو وصلنا لمرحله تصور البيشن يكون عملنا خطوه، لان للان احنا البيشنز والكوبيشن العميل بصوره عامه بيمشي لمؤسسات الخدمه العلاجيه بيكون دون المستوى، كل الناس بتشكي يعني، ففي تردي حاصل لانه ما في اهتمام بالجودة الشاملة في تقديم الخدمة الطبية بمفهوم الشامل يعني من اللباغة والابتسامة واللطافة بتاعت الريسبشن وإلى الدقة بتاعت الفحوصات ودقة التشخيص ودقة وصف البريسكريبشن الدركس. لا أنا شايف إنه التكلفة الأولية اللي بتخوفوا منها أصحاب العمل يعني بصفة عامة برايفت ولا قبر، التكلفة الأولية أفضل لي نعم ليس
جودة شاملة أو هيلة أفضل من أنا يكون في طيب لا في الصوت كان ماشي كويس لكن في النهاية بدأ يقطع. كلام ممتاز جدا، كلام ممتاز جدا. دور الكواليتي في 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 ما فقط حصرا على على جوين كوميشنز الجي سي اي ولا جنرالي، لو قلنا تي كيو ام، الجوده بتاعنا شنو؟ العمل الصحيح بالكيفيه الصحيحه منذ المره الاولى على الدوام، دوين دراكي، العمل الصحيح بالكيفيه الصحيحه منذ المره الاولى على الدوام. طيب كده نتخيل العمل الصحيح بالكيفيه الصحيحه منذ المره الاولى على الدوام. طيب انا لو اتدربت على العمل الصحيح معناه حقلل من الهدر، حقلل من الديفكت. بالكيفيه الصحيحه منذ المره الاولى معناه حقلل من اعاده المعالجه واعاده التدخل، وده بيقلل لي معنويات او بيزيد من المعنويات وبيرفع من المعنويات بالنسبه للمريض لتقبله للخدمه العلاجيه. بل المريض لو شك بانه يا اخي الخدمه الطبيه اللي بتقدم له ما لبت حاجته النيس، ما ساهمت في علاجه، حيخاف. طيب العمل الصحيح بالكيفية الصحيحة منذ المرة الأولى على الدوام every time طوالي، ها ده معناه محتاج ستاندر، ها مطابقة المنتج والخدمة للمواصفات المطلوبة للستاندر. معناه هنا أنا مفترض أكون عندي المجربول جولز اللي أنا بتكلم عنها to achieve them. بالنسبة للأهداف بتاعتك الجولز، أهدافك تقديم خدمات طبية ممتازة، أهدافك يعني تقليل مكوث المرضى في المؤسسة العلاجية. طبعا الانفكشن حيزيد، لو في انفكشن حيزيد وجود المريض في المستشفى، وحيزيد معدل الوفيات، مش كده؟ طيب يلا برضو according to the GCI عندنا promoting safe بالنسبة للآن identifying and monitoring high risk patient. برضو عايزين نتعامل مع الحالات الحرجة، ونشرك نشرك المرضى في تطوير خطة العلاج، زي ما قلنا قبل شوية. كذلك نعزز الاستخدام الآمن لشنو؟ لكل الاستخدام الآمن مثلا للأدوات والمعدات والتدخل السليم لأي حالة حرجة، والناس اللي الفئة المعرضة للخطر، في ناس مناعتهم قليلة مش كده، أو مناعتهم ضعيفة، في ناس في ال sensitive ingredients الشايط أو الأطفال المرضى بشكل عام يعتبروا برضو من الفئات الحساسة مش كده، لكن حسب نوع المرض. بعدك البريجنس مش كده، وكبار السن، وبعض الأمراض مثلا زي الكانسر وكذا وكذا. عموما الحالات الحرجة لازم نحن نتعامل بشكل سليم مع الحالات الحرجة أو الحالات الخطر. أيوة يا دكتور، دي نسميها people at risk. يس يس، البيبل ات ريسك. والريسك هنا كيف انا اتعامل مع الريسك، كيف يكون في انترفنش او تدخل مع للريسك، كيف انا اكون عندي احتياطات كيف اكون عندي تقييم للخطر دي. لازم تستند تو اسس للريسك، تستند على انفورميشن، تستند على الايدنتيفاينج the risk، تتعرف تحدد الريسك، تستند على كذلك تحليل
وتقييم او تحليل الريسك عشان تشوف الاسباب انالايز مش كده؟ yes. وتفاصيل الاخرى تو كنترول عشان تتحكم في الريسك الحاصل للبيشن. بعد ذلك يكون في تدخل سليم good intervention. طيب الفاسيليتيتنج clinicians and access to description drug monitoring program database. لازم برضو انا اكون عندي نظام خاص ب يعني الاستخدام الرشيد لاي انتيبايوتكس, ودي طبعا في توصيات وفيها في تفاصيل دقيقه للتعامل مع اي نوع من الوصفات الطبيه الدراج او الميديكيشن بشكل عام. عدم الاستخدام او الاستخدام الغير مقصود لاي ميديكيشن اني تايب اوف ميديكيشن ده بيعرض البيشن لخطر. اي دوز زياده بيعرض المريض لخطر. اي خلط الكروس بالنسبه لليوز اوف ميديكيشن بيعرض المريض لخطر. واي عدم اهتمام بحفظ هذه الادويه في المكان السليم او في البيئه السليمه بيئه الصحيحه, يعني الاجواء تكون في ظروف استخدام مثلا بعض الميديكيشن تحتاج انها تكون مبرده, فما المفترض تكون قاعده في الترابيزه لمده 3-4 ساعات. دي واحده من المشاكل الكبيره. اضافه ل المعلومات الكونتينس الخاصه المعلومات الخاصه بالادويه وطريقه اعطائها الدوز المفترض ياخذها. احيانا قاعد يحصل خلط ودخل بيعرض المريض لخطر كبير جدا خاصه اذا كان ضمن الهاي ريسك الاول بيشن الات ريسك. احيانا بعض الميديكال فيد يقول لك يا اخي البيشن ده بروبلماتيك عليك الله امشي اديه الحاجه دي وتعال عشان يسكت. صحيح؟ شو قاعد يحصل يا اخوان؟ في 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 او يعني يمنعوه هو اذا ريفيوز لاي ميديكيشن. ما المفترض انا اربع يديني واقعد, لازم اتواصل مع الكونسل وابلغ بالحاجه دي. بعد ذلك يكون في تصرف سليم. الطفل ممكن يكون ريفيوز لأي ميديكيشن, ما داير. الزول الكبير برضو ما داير. المريض لأنه حالته النفسية كذا كذا, فحيحتاج هنا تدخل من منه من الناس الجانب النفسي والاجتماعي. في نفس الزول يقول صح وكذلك معلش المقاطعة صح كده جدا من الحالات اللي يكون في ريفيوز للميديكيشن أو التريتمنت. فعلى حسب الايثيكالي او حسب الليبريشنز انه البيشن هاف رايت تو ريفيوز بارتيكولر اور سيرتين تريتمنت بات شود بي ذير التيرناتيف بلان تو سولف ذس بروبلم. يس يس ممتاز, كلام جميل جدا. طيب كذلك في نفس التفصيل أو في نفس الجانب الـ Performance Improvement Activities Focusing on Pain Assessment and Management to Increase the Safety and Quality for Patients. ودي نقطة مهمة جدا. لازم أنت تكون عندك قياس Performance للأداء بشكل عام لكل الأنشطة, انطلاقاً من مقولة مهمة جداً ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. صحيح؟ ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. طيب أنت حتقيس أداء شنو؟ أنت حتقيس أداء الـ Personnel Performance and System Performance. طيب لما تقيس أداء الأفراد معناها كفاءتهم وفعاليتهم وأدائهم ل أنشطتهم ومهامهم بالشكل المطلوب, وده بيتطلب بيتطلب إنهم يكونوا عندهم وصف وظيفي واضح job description, وبيتطلب إنه الزول ما يكون شغال ديجيتال, يعني ما يكون شغال
هنا وشغال هنا، يتطلب انه عددهم يكون كافي، ربط سريري ليه؟ عدد المرضى يكون مناسب مع عدد مقدمي الخدمات الصحيه. يتطلب انه يكون في availability بالنسبه للنيدز، احتياجاته من الميديكيشن، من الاكويبمنتس، من كذا، لانه لو مشى يتسلف جهاز بتاع ضغط دم من ناس الاي ار وهو شغال في الاي سي يو، دي تبقى مصيبه. اي حد يقول لي في مونيتور وكذا، لا ما في مشكله، لكن احيانا بيسلفوا من هنا لهنا، بيسلفوا وبيجيبوا، يقول لك يا اخي ما في اثنين بس، في جهازين بس، ليه ما يكونوا في بعدد عدد الاقسام، عدد الميديكال تيم الموجودين المختصين؟ يلا ده بيحصل فيه ويست اوف تايم، وبيحصل فيه خطر للبيشن. طيب ده بالنسبه للبيرسونيل بيرفورمانس، اداء الافراد، كفاءتهم وفعاليتهم، ودي بيتطلب منهم توفير بروفايد للريسورسز، كل التفاصيل المحتاجين لها، وتقييم بشكل سليم. يعني ممكن انا اكون قائم بواجبي لكن يكون في نقص في الموارد، فبالتالي يحصل خلل. يلا الخلل ده هيقوم يترتب علي انا، هيقوم يقولوا يا اخي انا مقصر، بيحصل صح؟ بيحصل. البيئة ما مهيئة والكادر قايم بواجبه، بيحصل. عشان كده كان في الفترة اللي فاتت دي لو لاحظتوا كان في تعدي على 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 المقدمي الخدمات الصحية بشكل عام، وده بينتج نتيجة لحاجات كثيرة متداخلة، يعني من ضمنها نقص الموارد، من ضمنها انه ذاته حتى يعني جزء من الميديكال تيم ما بيعرفوا هاو تو كوميونيكيت، كيف يتعاملوا مع المريض، كيف يتعاملوا مع الازمات. يعني انت لما تيجي تشتغل في الاي ار لازم تكون عندك خلفيه عن الكداس، مش كده ولا بيسموه شنو؟ ميديكال فيلد مش بيسموه الكداس. طيب خلفيه عن انك كده، خلينا نتكلم عن الازمات، خلفيه مع الحالات الطارئه هي ايمرجنسي. الايمرجنسي هيجيك بتاع ار تي اي، وهيجيك بتاع كذا، وهيجيك بتاع كذا، وهيجيك بتاع كذا، هتستقبل. هنا لازم يكون في ايمرجنسي بريبيرنس ريسبونس، اللي هو استعداد واستجابه لشنو؟ للطوارئ. في فرق بين الاستعداد وفي فرق بين الاستجابة. انت مستعد لكن ما تقبلت الحالة، ما قمت بالواجب، ما في فايدة. طيب السيستم بيرفورمانس، عندك كواليتي سيستم، لكن الكواليتي عندك عبارة عن شعارات براقة، ودي مصيبة كبرى يا اخواننا، إن الجودة تكون عبارة عن كلام مكتوب في أرجاء المستشفى. وآيات آيات مكتوبة والناس ما شغالين عكسها، آيات تعكس عن أخلاقيات، عن الصدق والإخلاص، عن الشفاء، عن الصبر، الناس شغالين عكسها. وهذه التفاصيل يا اخواننا هي من فخ ثقافة الجودة، الكواليتي كالتشر. لازم يكون في ثقافة جيدة، في جود نوليدج، في جود اتيتيود، في جود بيهيفيرز، عشان بعد ذاك تكون في جود اوتكم. إذن to improve activities focusing on pain and assessment، احنا نكون عندنا تقييم جيد وإدارة جيدة عشان نقلل من المخاطر، وبالتالي تركيزنا يكون على السيفتي والكواليتي. سيفتي فيرست، عالميا قالوا خلاص سيفتي فيرست، السلامة أولا. يلا السلامة أولا معناها نحن هنركز على دور السلامة. السلامة لا تقل أهمية عن بقية الأقسام،
والانفكشن كنترول بيشتغل اكوردنج للكواليتي سيستم واكوردنج للسيفتي سيستم فيما يسمى بالبيشن سيفتي جولز. برضو في جزئيه ان شاء الله مخصصه لها ليتر اون تتناولها ان شاء الله. طيب to improve performance لابد من يكون في plan systematic approach monitoring analyzing and improving performance to achieve optimal outcomes and experience. انا عشان اكون عندي قياس جيد للاداء وبعد ذاك تحسين لازم اخطط اكون عندي برنامج او يعني تخطيط جيد في كل المراحل. كلنا سمعنا بالبلان دو تشيك اوت صحيح؟ بلان دو تشيك اوت بيديكا سايكل. طيب البيديكا سايكل بيتكلم عن شنو يا سادة؟ البيديكا سايكل بيتكلم عن انه نخطط تخطيط جيد وننفذ وفق ما هو مطلوب في الخطة. بعد ذاك نقيس المتغيرات، نعمل تشيك على أي خطأ deviation or defect. بعد ذاك نباشر نتخذ القرار. بلان دو تشيك أوت، خطط نفذ تحقق أو أفحص بعد ذاك باشر، مش كده؟ يس. إذن أغيم يا دكتور، أغيم يا دكتور أهم. أيوة يلا هنا دور تشيك حيكون تقييم. لما نقول بلان دو تنفيذ، يلا التشيك هنا الورد فيه عدد من المواصفات حيجي في مرحلة البرفورمانس فالويشن في الايزو 9001 وبقية المواصفات، ودي بنشرحها يعني توسع إن شاء الله في المواصفات المطلوبة. عندنا 5 مواصفات شغالين عليها إن شاء الله later on الناس اللي ما حضروا يحضروا. طيب إذن أكون عندي منهج، يكون عندي خطة لرصد وتحليل وتحسين الأداء عشان أحقق أفضل النتائج. بعد ذاك ما تكون في خبرات واهية، تكون في خبرات حقيقية من أداء ممتاز، من أداء جيد، مش كده؟ طيب الكواليتي سيستم هيقودني لشنو؟ نال providing the best patient experience to every patient and every day. طيب معليش القرص يا دكتور، في موضوع البلان قبل ما نمشي اكثر، فدائما في المؤسسات في موضوع البلان لما يضعوا البلان ما بيستصحبوا احتياجات العميل البيشنس، يعني ما بتستصحب غالبا. فدارك تتكلم في النقطة دي شوية يعني. فأنا لما كمؤسسة أضع بلانينج لتسيير حسب توجه المؤسسة وحسب سياساتها، فما بيعيروا اهتمام كثير أو ما بيستصحبوا احتياجات أو ما يرضي العميل. كلام جميل. طيب التخطيط أصلا في علم الإدارة مرتبط بشو؟ عشان نفهم ذاته عن البلان. البلان ما يرضي البيشن، وهما في النهاية هي عرض وطلب. يعني حتى في البلان معلش البلان يكون يعني بمحكم ومستصحب معه احتياجات العميل، يعني توضع في البلان تنفذ يعني تباشر وتنفذ وفيدباك تغيب في تعمل لها اسسمنت بعدين هل هي مجدية او يتم ادخال عناصر جديدة للخطة او كده. معلش ممتاز، لا ما في مشكلة. انا قبل شوية الصوت بس قطع، افتكرت خلصت وبعد ذلك بديت. ممتاز، كلام جميل جدا. طيب التخطيط هو أولى العمليات الإدارية وأهمها، أهم الوظائف الإدارية. طيب التخطيط من خلاله أنا برسم خارطة الطريق وبضع الأهداف. في التخطيط، في تخطيط استراتيجي وفي تخطيط تشغيلي. التشغيلي خاص بالأنشطة الروتينية، الأنشطة اليومية. الاستراتيجي خاص بحاجة مستقبلية تكون فيها رؤية ورسالة وأهداف وقيم، تفاصيل زي دي. طيب أنا في التخطيط أو في التخطيط لما نقول لك بضع الأهداف، معناها الأهداف دي تكون شنو؟ سمارت، قابلة للقياس وقابلة للتحقق ومربوطة بزمن، مش كده؟ الأهداف لازم تكون سمارت،
طيب أهداف ذكية، يعني هدف ما قابل للتحقق، هدف ما قابل للقياس، هدف ما مربوط بزمن، ها؟ هيبقى دي فيها ده في حيكون فيه خلل بعدين لتحقيقه. طيب إذا التخطيط الجيد بيقودني لشنو؟ لتحقيق نتائج جيدة. وكثير من الخلل اللي بيحصل نتيجة ليه؟ الباد اوف بلانينج، أو يعني مشكلة في التخطيط. طيب في 6 elements of quality according to the quality system أو الـ healthcare quality system، ويمكن شرحنا التفاصيل دي في المحاضرة الأولى بتفاصيل أخرى أو بتوسع. الـ effectiveness، الفعالية، يعني دي عناصر مهمة في نظام الخدمة الصحية، الفعالية. والفعالية هنا بتنعكس في مدى تقديم الخدمة بالصورة السليمة والعمل الصحيح بالكيفية الصحيحة. الكفاءة، الافيشنسي، الموارد اللي انت بتستخدمها، تستخدم الموارد بشكل بكفاءة، وبقدر الموارد اللي انت موجودة عندك تستغلها استغلال أمثل وتحقق النتائج من خلالها. طيب الإيكواتي، العدل والإنصاف، بتدخل هنا جوانب في حقوق المريض. لازم أنا يعني في حاجة اسمها يقول لك الـ VIP patient، ما في مشكلة إنه يكون في VIP patient، وما في مشكلة بإنه يكون في، لكن أنت ما تنقص من حق المريض اللي ما دافع، ما تنقص من حق ال يقول لك البور بيشن أو البيشن اللي يعني راقد له فترة طويلة، أو البيشن اللي ما يكون في تمييز، يعني يكون في عدل ومساواة في تقديم الخدمة. طيب ودي مشكلة كبيرة إخواننا قاعد تتضح في الكثير من المؤسسات العلاجية، و ما في دراسة دقيقة لهذه المسائل حتى على مستوى التأمين الطبي وكذا. إذن الكواليتي سيستم بيحاول ينظم هذه المسألة وفق حقوق وفق معايير ووفق مواصفات، بأنه البيشن كلهم واحد في النهاية. أنا أتلقى علاجي according to health status، according to حاجة للنيتس بتاعتي، ما according لحاجات تانية، ما يكون في تمييز لنتيجة للدين أو المعتقدات السياسية أو العرق أو التفاصيل الثانية. طيب السيفتي، السيفتي سيفتي فيرست، السلامة أولا، والسلامة المفترض تراعى في كل تفاصيل المنشأ ابتداء من بداية بناء المستشفى. المستشفى تكون في بيئة سليمة، بيئة صحيحة، اختيار العاملين في المستشفى، التهوية، المعدات والأجهزة، كل التفاصيل دي بتحقق السيفتي. طيب also the timelines، الزمن، والزمن إخواننا مهم جدا في تقديم الخدمة الطبية، ما يكون في انتظار طويل. والتايم لاين بربطك بمعدل الدوران الخدمة ومعدل أو زمن تقديم الخدمة أو طريقة تقديم الخدمة أو الاستيفاء بمتطلبات العميل في الوقت المناسب. التأخير بيخلق يعني زي ما بقولوا ضجر للمريض، والضجر ده بيزيد من شنو؟ من المضاعفات بالنسبة للمريض. التأخير نتيجة لشنو؟ دائما التأخير نتيجة لسوء تنسيق، التأخير نتيجة لعدم وجود نظام، التأخير نتيجة لعدم كفاية للموارد أو المتطلبات العمل. معلش يا دكتور بس نعم. للمقاطعة فضل في الحتة دي بالذات في معزلة بتاعت الزمن وإدارة الزمن دي نعم. يمكن النقطة بتجيب الاعتداء على الكادر الطبي، لانه ممكن المريض ينتظر لفتره وبعد ذاك يكون في ايرجنت كيسز، وهل المريض
طبعا بيشوفوا ده عدم اهتمام مثلا، وبيعاينوا لحالة مريضهم، وبيتم طبعا الاحتداء والحياة ما كويسة في حق الدكاترة الطبية. التدريب بالذات لو الناس ركزت على في المسألة بتاعت الكواليتي مانجمنت في المصاصة الصحية، يعني يمكن تفادين حياة كثيرة جدا. يس ممتاز ممتاز. لازم يكون في اخواننا اهتمام، وده يمكن برنامج يعني برامج متكامله، حزمه كده من البرامج قاعدين ننفذها في جوده واداره المؤسسات العلاجيه، داخله فيها الكاستمر ريليشن ان هاوس كير، وداخله فيها الكواليتي ان هاوس كير، وداخله فيها الافكتيف كوميونيكيشن ان هاوس كير. مساله الاتصال بتحل جانب او بتشغل حيز ومساحه كبيره في هذا الجانب. طيب لما يكون في عدم توفر لبعض الموارد، من حقك انك تصارح المريض، تقول له يا اخي في مشكله كذا وكذا وكذا بكل مصداقيه وبما يتناسب. ما معناها دار تفضح المستشفى انت ولا دار تفضح الاداره، بما يتناسب تتحدث عن مدى اهتمامك بالمريض ده، وانه في نقص في كذا، وفي القريب العاجل ان شاء الله حيتم توفيره وانت تكون مهتم وموجود قريب. لكن لو حصل مشيت قفلت بابك وقعدت وجدك وليك الباب، او مشيت زغت مشيت قعدت في القهوه هناك، او مشيت قعدت تتونس مع ناس القسم الفلاني وخليت المريض ينتظر لحد ما الحاجة دي تجي وما صارحت المريض، المريض ده بالمناسبة يلا بحسب زمنه وبحسب لحالته. ويعني ما ممكن يا أخوان الواحد يكون جايب مثلا والده ولا والدته وشايف والدته مثلا بتتألم ويتعامل معك بشكل طبيعي، يعني هيتعامل معاك يا اخواننا هيعلي صوته وبيقول لك دائما العميل على حق. هو هيترجم حوجته للخدمه او هيتحدث عنك بما يتناسب مع نفسياته مع وضعه والشيء اللي وصل له، فانت ما توصله لمساله زي دي. طيب اذا حصل انت كان في نقص في الموارد وكان في نقص في الكادر وكان وصارحت المريض وما قصرت وقمت بواجبك وكنت قاعد جنبهم ومنتظر لحد ما يجيبوا لك بقية الاحتياج، مريض ده لأي سبب من الأسباب لا قدر الله لو يتوفى، الناس ده غير ما يشكروك ويقدموا لك الخير ما بيكون في حاجة. صحيح يا إخوان؟ تتفقوا معي في الحتة دي؟ لا exactly. أيوة. لكن لو زغت زي بتاع الشيكات اللي ما قادر يتحمل وضع السوق وقفل تلفونات ومشى، لو اتعاملت بالاسلوب ده يا هو يا دوب كده بيفتش عليك وبيدقوك، لو لقوك بيدقوك ما بخلوك. يلا هنا انت اللي جبت لنفسك الحاجه دي، وده داري اخواننا وعي وتدريب للكادر لانه كيف يتعامل مع الازمات. بالمناسبه شوفوا ناس البنوك بيكونوا مدربين على انهم يبتسموا، بيكونوا مدربين على انه مثلا كذا، ما كل البنوك بيكونوا مدربين على انه يتعاملوا في الازمات. يا اخواننا الخدمات الاكثر تعقيدا والاكثر حوجه للمرونه والصبر والتقبل والحزم والسرعه والدقه للأسف فيها إهمال. يعني شنو لما يطلبون ناس البنوك وناس خدمات الاتصال وناس شنو في الكاستمر ريليشن مانجمنت، ولا مستشفى قبل كده طلبوا مننا دورة بتاعت كاستمر ريليشن ولا دورة بتاعت كواليتي سيستم، الكواليتي ما شعارات عندهم، ولا دورة بتاعت خاصة بالإفكتيف كوميونيكيشن ولا 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 ولا، يطلبوها الناس التانيين المؤسسات التانيين. طيب ده معناه شنو؟ ده معناه ما أنا بس يا إخواننا، حتى التيم اللي شغالين في الحاجة دي معانا
في التدريب والاستشارات في المجالات دي، ما في كلام زي ده. يمكن تكون في بعض اللقاءات، بعض ورش العمل الضعيفة اللي ما فعالة، اللي ما بتخلق انسجام، اللي صراحة اللي ما بيكون فيها تفريغ للكادر نفسه، اللي كادر بيشوفه عبء عليه، يعني نوع من التدريب عبء على الكادر، هو شغال تو شيفت، شغال مع ده وشغال هنا وشغال هنا، يجي تقول لك أنا أحضر محاضرة أو تعال أحضر الورشة أو أعمل، تكون صعبة عليه. يلا هنا برضو بعد التايم لاين، ركزنا على التايم لاين لأنه نقطة برضو مهمة، والحاجات دي كلها متكاملة يا إخوان في السيستم، تمام؟ طيب البيشنت سنترد، أو ممكن نقول الكاستمر فوكس أو البيشنت فوكس، الرعاية المركزة على المريض. كيف يعني مركزة على المريض؟ في الجودة كانوا بيقولوا التركيز على المنتج، يعني التركيز على الخدمة أو المنتج اللي أنت بتصنعه أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. معناه أنا أهتم بالبهرجة، أهتم ب... يعني لو قلت ركزت على المنتج، أركز في مواصفات المنتج، في جودته، في خواصه، في كذا. لكن لما أركز على متلقي الخدمة، معناها أنا حشوف احتياجاته وتوقعاته، needs and expectation. في مداخلة؟ إذا في حد ما عنده مداخلة، نتمنى أخوانا المايكات تكون مغلقة. ما تنسوا المايكات. تفضل. عدم الرضا والتعديات اللي بتحصل دي، لو نحن رجعنا بنلقى المشكلة إنه الديفكت بتلقى في التخطيط، يعني في البلان. يس يس يس. يعني دائما في مؤسساتنا بتلقى أكبر كولم في البلان هو بتاع الميزانية، تلقى بلون مخالف للألوان الثاني، في نفس الوقت بتلقى أرقام كده مخطوطة بصورة، يعني حتى الكادر بيكون تركيزه في إنه كيف الحاجات دي بتحصل عليها وكذا. لذلك بتلقى حتى الكادر الفني بتلقى مشغول بإنه كيف يوفر المعينات اللي بيقدر يشتغل بها، عكس إنه لما تمشي في الدول وكذا، الدول التانية بتلقى همه الأول إنه SOPs، في SOPs مخطوطة، كيف يقدر يشتغل بالSOPs، يتابع الSOPs الموضوع عليه في كل الجسم. يعني دائما بتلقى البلان، يعني هسي دائما بتلقى، يعني انا اشتغلت فتره في المؤسسات عندنا انشطه كثيره بتطرحها من سنه لسنه، بتلقى 5 سنة الانشطه دي بتطرحها وما بتتحقق. يمكن اهم حاجه بالنسبه للمؤسسات العلاجيه بتلقى مقترحات البحوث بتلقى مطرح لها 10 سنة ولا بحث واحد مسوي، بد عمل ما تنفذ. Yes. مشكلة كبيرة جدا، شاكرين جدا، مداخلة ممتازة. طيب ما ننسى المايكات تكون مغلقة. طيب التخطيط على أي مستوى سلط الضوء نحو نقطة مهمة جدا، يعني أنا لما أخطط لأنه أستوعب كم من الكادر البشري أو من الكادر الطبي، لما أخطط للمسألة دي معناها أنا هعمل ربط سريري ممتاز بالكم والنوع. أنا لما أخطط لتصميم خدمة، لتقديم خدمة طبية، تصميم خدمة بمعنى شنو؟ مثلا في العيادات، تكون في عيادات صباحية ومسائية، ده تصميم، ده design and develop بالنسبة للسيرفيسز. طيب لما أعمل عيادات صباحية ومسائية، بدي مساحة لأنه يعني المرضى ما يتكدسوا في وقت واحد. لما أصمم خدمة بشبكة وبتكنولوجيا بلوكال نتورك اريا، هنا بساعد على انسيابية المعلومات وسهولة الوصول للمعلومات، عشان أكون داير لي معلومة أو حاجة عن معلومة عن مريض، أفتش ساعة كاملة، الورقة دي ما لقيت، ولا الفحص ده ما لقيت، ولا كذا ولا كذا. المريض ده عنده كود وباسمه منزل في السيستم، لو جاني بعد 10 سنة معلوماته دي موجودة،
فبكل سهوله انا بتناول معلوماته دي. ليه الورق الكثير؟ ليه المريض يجي شايل له شوال مليان بالورق؟ بكل داعر تخطيط، تخطيط للمعلومات، تخطيط للسياسات، تخطيط للعمليات، تخطيط للانشطه. يعني شوفوا يا اخواننا ناس الشركات بخططوا لانتاج منتج. يعني لو داير يصنع مثلا ناس دا الجروب ديل، لما يكونوا دايرين ينزلوا منتج جديد في السوق بخططوا له. التخطيط حيدخل فيه شنو؟ حيدخل فيه مثلا دراسة السوق، هل المنتج ده في حوجة له؟ التخطيط داخل فيه السعر، التخطيط داخل فيه المنتج ده ممكن يتوزع وين، التخطيط داخل فيه الديزاين اند ديفلوب، التصميم والتطوير، شكل المنتج ده حيكون كيف ولونه حيكون كيف، خواص المنتج مكوناته. يعني ما حاجة سهلة. عشان كده بقول لك في إدارة المخاطر، كونك تقدم منتج جديد للسوق خطر، لكن تدرس السوق قبل طرح منتجك للسوق إدارة خطر. طيب للأسف كل الحاجات فيها قصور في الخدمات الصحية. يلا لما نركز الخدمة، لما تكون مركزة على المريض، معناها أنا حلجأ لاحتياجات وتوقعات needs and expectation. طيب في صناعة المنتجات أنا بضرب مثال بهنا وبهنا عشان نحن فهمنا يكون أقرب، أو يعني التنوع المنتجات في السوق في السوبر ماركت. يعني لما تلقى زبادي بأشكال منوعة بالشوكولاتة وبالفانيليا وبالكذا، دي نيتس بتاعت كاستمر، لأنه في واحد ما بحب بطعم الشوكولاتة، في واحد داير بالفانيليا، في واحد داير بكذا. حتى شوفوا الأطفال يا إخوان حاجاتهم بتختلف. لو عندك كم طفل بتجيب لي ده بشكل وبتجيب لي ده بطعم وبده بطعم، مش كده؟ بتتعب جدا عشان تلبي احتياجاته، صحيح يا إخوان؟ انت هنا فوكسنج للنيتس، لكن ما بتجيب لي حاجة هو ما حيتناولها أو ما بيحبها. طيب هل معناها هنا أنا أقدم خدمة مناسبة لفهم المريض؟ لا، أنا لو أركز على إنه أقدم الخدمة المناسبة مع حالة المريض. لو المريض رفض أي حاجة، أي خدمة طبية، أنا أكون عندي البديل المناسب. لو رفض الكادر الطبي المعين، يكون عندي كادر طبي. يعني مثلا ممكن المريض يرفض الريجسترار، او يرفض مثلا نائب الاخصائي، او يرفض بتاع الخدمه الوطنيه، يقول دائره الاخصائي. ها ممكن يجي الاخصائي في مانع يا اخوان؟ ما في مانع، دي يعتبر النيدز، واحد من النيتس. يس يس، فينا في كثير من المرضى يا اخوان يقول لك انا نفسي اشوف الاخصائي ده، نفسي اشوف الطبيب اللي بيعالجني. الطبيب يقنعه بانه يا اخي حالتك ما بتستدعي انه يشوفك اخصائي، او ما في كل حاجه بيشوفك الاخصائي ده. الكلام ده بتعرفه انت، لكن المريض ما بيفهم كده. المريض لازم يا اخواننا يفهم انه بطريقة ما إنه يشوف الأخصائي دي. طيب إذن الخدمة المركزة على المريض هنا حتساهم لي في البيشن لويالتي والبيشن ساتسفاكشن. طيب عايزين كده بشكل عام كده، هل في indicators، هل في مؤشرات patient safety indicators، هل في مؤشرات لإن تكون في سلامة في المؤسسة العلاجية؟ ده شكل السؤال. بس في مؤشرات للحاجة دي بإنه المؤسسة دي فيها سلامة؟ indicators ممكن تكون شنو؟
يلا يا سادة، ما باقي لنا كثير. هل في indicators مؤشرات ممكن تدل على انه في سلامة في المؤسسة العلاجية؟ واحدة من المؤشرات ممكن رضا البيشنس عن الخدمة المقدمة. يس 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 يس، دي مؤشرات للجودة وللسلامة. يس تاني ممكن تأثير المؤشرات على في سيفتي في الثقة في الثقة. طيب كده واحد واحد، تفضل يا دكتور أشرف، كده هنجيك. نعم الصوت مسموع. طيب بس المشارك من هو الصوت بيقطع؟ طبعا في ناس اخوانا بيطلعوا ثاني بيجوا، بنضطر كل مره نفتح المايك. نعم تفضل. واحده من المؤشرات اللي هو مسموع كده الصوت. نعم يس. ايوه واحده من المؤشرات غادي يكون اقبال البيشنس على الخدمه المقدمه من طرف منفذ الخدمه المحدد. زيادة الإقبال على الخدمة، على تلقي الخدمة. الخدمة بصورة عامة يعني زيادة في التنويم، يكون زيادة في الفحوصات المعملية، في زيادة في التلقي بتاع. نعم. زيادة في مراجعة العيادات المحولة أو العيادات السابقة. مراجعي الخدمة بصورة عامة، يكون في زيادة. نعم يعني في تردد، يعني في قبول، في تقبل للخدمه. ايوه في تقبل الخدمه، وهذا مؤشر جيد انه في بناء ثقه ما بين البيشنس والمؤسسه المحدده او الكونسلت المحدد او اللاب المحدد او الخدمه المحدده. زي ما رجعت ايوه للكواليتي الاول، ففي في في بيشنس بيجذبهم الثقه في اللاب. نعم في بيشنس بيجذبهم الكونسلت المحدد، يعني في ثقه بينه وبين الكونسلت او بين الميديكال المحدد. انا طبعا في الجنينه مدير مؤسسه علاجيه هنا في الجنينه، فعندي بيشنس بيجوا لانه في ثقه بينه وبين نيرس محدد، يعني عايز الكانيولا يركبها للنيرس المحدد. يعني هي دي مؤشرات لنجاح في نقاط محدده. ممتاز ممتاز، كلام جميل. ثاني من الانديكيتورز في ممكن توفير معدات الوقايه برضو كمؤشر للسافتي برضو. يس التدريب المستمر برضو. انا يمكن عندي اضافه. طيب كده كويس، سمعنا المداخله الثانيه. طيب المداخله الثالثه، تفضل يا دكتوره هبه. اول حاجه رفعت يدها. ايوه في الديث ريت، المورتاليتي ريت برضه ممكن يكون من البيشنت سيفتي والبوست اوبريتيف ميموري. ممتاز ممتاز. يس يس يس. تاني يلا. ها عبود انا بفتكر. السلام عليكم. انا بقول كل ما كان الكوميونيكيشن يس شنو مهارات التواصل يعني جيدة بتحقق. يس يس، الكوميونيكيشن برضو له تأثير في المسألة. ممتاز ممتاز، تفضلي تفضلي. أنا السلام عليكم. أنا بفتكر برضو ايوه يعني هي التردد، انا ما شايفه انه هو او التردد هو از انديكيتر، يعني لانه ممكن تكون الخدمه رخيصه تخلي التردد يكون كثير، لكن البيئه ذاتها بتاعت العمل، الكوادر بتاعت الانفكشن كنترول الموجودين، البلان زي ما ذكروا بعض الزملاء انه في بلان، انه يعني دي كلها مؤشرات للحاجه دي. يعني المؤشرات انا بفتكر انه البيئة ذات البيئة العامة، يعني عموما البيئة، يعني واضح مثلا المؤسسة لما تكون نظيفة وتخلص من النفايات بصورة كويسة، يعني البرنامج بتاع النظافة بتاعت ذاته، الكوادر بتاعنا يعني الكوادر مكتملين، الكادر كله كاملا، يعني الهيكل بتاعه مكتمل يعني. نعم جميل جدا، جميل ممتاز. تاني
ممكن تكون تبدا من نعم تفضل. ممكن من الروم اللي هو حيكون فيها العنبر اللي حيكون موجود فيه، مستوى النظافه بتاعت العنبر، الاتاحه بتاعت الخدمه، توفر الخدمه، يعني حتى توفر الخدمه بالنسبه له. مرات بتمشي تلقى بعض الخدمه ما متوفره في المستوى، دي واحده من السيفتي اندكيتورز. يس يلا. الهيئه تحت البيئه بشكل عام بتدي مؤشر للسلام، وضع البيئه ممتاز، النظافه، التهيئه. ثاني تفضلي يا دكتوره بشيء واحده برضو شاركت. طيب شايفه برضو التدريب المستمر برضو للكوادر برضو بيلعب دور كبير جدا. يس. وبرضو توفير المعدات بتاعت الوقايه بصوره عامه، وبرضو الفرز، يعني في اهم حاجات برضو المؤشرات الاساسيه للبيشنت شكل. يس معناها انت مهتم بالتشين، السلسله بشكل كامل، لانه يكون في تعامل جيد مع النفايات وفرزها وتصنيفها، تعامل جيد مع او وضع البيئه بشكل عام. نعم. ثاني اخوان. طيب أنا شايف إنه برضو البرنامج بتاع التوثيق، يعني الفايل بتاع المريض، أوكي، الدوكيمنت اللي بتخص المريض كلها. يس حتى يعني مثلا البلان بتاعت الأدوية ذاتها تكون واضحة، تكون كله بيشن، يعني عارفين إنه الحاجة دي الدواء ده تبع فلان مكتوب عليه، يعني اعتبر انه توثيق المعلومات، يعني توثيق السيستم. المعلومات عموما السيستم برضه يكون في سيستم محدد، يعني يس معلش الدكتور الثاني ما سامع دخلت مع او مداخلتين مع بعض، ربما الاخر ما سامع. تفضلي واصلي. طيب. يا دكتور المرة الثانية نعم. نرجع من الأول لموضوع الحوسبة في تقديم الخدمة الطبية. نحن هنا في ولاية غرب دارفور، يعني مع أنها بعيدة من المركز، لكن حوسبنا من قبل 7-8 سنوات. فأنا عندي فايل ميديكال بتاع أي أنيبيشنز، يعني من قبل 7 سنوات، يعني الكيس هيستوري كله قاعد في السيستم، يعني بكبسه زر. يعني دي السهوله والدقه في دي اللي بتبني الثقه ما بين المؤسسه وما بين البيشنتس. يعني انا ممكن اعمل ريفريش للديتيلز بتاعته من قبل 7 سنوات، الدراكس والانفستيجيشن العمل وكل الكيس هيستوري، يعني حتى لو يعني ميديكال جديد شغال معاه، يعني بيطلع له كل الديتيلز بتاعه، بيكون في دقيقتين ثلاثه كون كيس هيستوري بالنسبه للبيشنس اللي قدامه. يعني في حتى للمراجعات ممكن يجي بعد سنه بعد سنتين، حتى لو كان عنده يعني ناس الكرونيك، بالذات ناس الكرونيك بيكون في فولو اب جيد جدا بالنسبه لهم. يعني هو واثق او هو مرتاح بانه والله في كيس هيستوري، اصلا هو ما فاهمه بالكيس هيستوري، لكن عارف والله انا نازل بمشي لهم، لانه لي سنتين لا بمشي بقول له والله قبل سنه ونص انت عملت معانا كده وكده كده، فبالتالي في 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 فولو اب جيد، يعني بوفر لك والانفورميشن بتكون دقيقه جدا. يعني حتى في بعض الكيسات بيكون في ريسيستن، يعني لما يكون في ريسيستن لدراكس معين فبيعملوا له تشينج للدراكس، بيكون يعني اعلى شويه. الحوسبه مهمه بالنسبه لبناء الثقه ما بين البيشنتس وما بين المؤسسه، اللي هو انا ما بكون عندي ويت مثلا عشان للفحص، يعني في اللاب غير زمان الفحص، يعني ممكن يدوك تايم نص ساعه 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 ونص هذا الفحص. وصلنا مرحله انه حاليا في 23 البلاني، انه حتى بيكون في المقابله الاوليه من الريسبشن بتتسجل عندك كود في السيستم، في السياتر، في اللاب، في الصيدليه،
في الباقي الكلينكس هسه حاليا 23 ان شاء الله هنعمل نربط العيادات باللاب وبالصيدليه وبالاستقبال وبالاكس راي وبالالتراساوند بالخدمات المفترضه التشخيصيه كلها. يعني بيكون التشخيص من داخل العياده، بتمشي الصيدليه، بتمشي اللاب، بتعمل الانفستيجيشن بتاعك اصلا مكتوب في السيستم، بتمشي تاخذ الدرج من الصيدليه وبتمشي. يعني في زمن قياسي، زمن قياسي ودقيق، الفحص دقيق، كل مستمع. وأديك مشاركة معلش. والله حقيقة يسعدنا إنه تكون بشكل عام في الولايات يكون في خدمة زي دي متطورة بالشكل دي، واهتمام بالستاندرد واهتمام بالبروسيجرز والبوليسي. يعني ده شيء يشرفنا والله، يسعدنا جدا. نتمنى يعني كل المؤسسات العلاجية، لأنه في تهميش صراحة في الولايات، وفي قصور كبير جدا في تقديم الخدمة الصحية في الولايات مقارنة بالخرطوم. والخرطوم نفسها هي فيها، لكن إذا الولايات شغالة بالمستوى ده معناها ده شيء ممتاز. طيب في حد عنده مداخلة تاني؟ يلا عندنا ال strategic to keep quality accordingly ال six sigma program أو six sigma approach، تمام، اللي متمي اللي بتتلخص في DMAIC process اللي هو define measure analyze improve and control. ده بينتج من أو الكلمات دي في إطار منهجية السيكس سيجما. هنا في الديفاين معناها التحديد. التحديد هنا أنا بحدد احتياجات المستخدم أو متلقي الخدمة، وبحدد التوقعات needs and expectations، يعني بالإضافة لأنه بحدد أفضل الخدمات الآن حقديمها اليوم من خلال تحديد مجموعة المستخدمين، الناس اللي حيتلقوا الخدمة منهم. يعني زي دار أقول لك أنا، يعني أقول لك أعرف منو عميلك، تحدد منو عميلك. بعد ما تحدد منو عميلك هتحدد له احتياجاته وتوقعاته. ده باختصار عن الديفاين. المجر القياس، هنا حتقيس العيوب، العيوب اللي يعني أسفرت عنها مثلا نتائج لتحليل وفقا للعمر والجنس ووفقا لأي حاجات تانية. طيب العيوب الديفكت، حتقيس العيوب، حتقيس الأداء، حتقيس المشكلات، حتقيس الانحرافات. وزي ما قلنا ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. يعني أنت لو ما عرفت قدر شنو العميل راضي، أو يعني العميل طبعا عندنا internal external customer، عميل داخل وعميل خارج. العميل الداخلي هو مقدم الخدمة. طيب لو ما عرفت انت كإدارة او كقيادة الانترنال كاستمر ديل راضين ولا ما راضين، وقدر شنو راضين، او كم راضين وكم ما راضين، من خلال كويشنير استبيانات وكذا وكذا، انت ما حتقدر تديرهم. بمعنى الان مثلا في عدم رضا لمقدمي الخدمة بشكل عام نتيجة للامتيازات والمخصصات والمرتبات وكذا 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 والحوافز لا تتوافق مع احتياجاته وتوقعاته. يعني المرتب لو ما بيكفيك أسبوع دي تبقى كارثة، وانت تنتظر انه يقدم لك خدمة أفضل، فلازم الحاجة دي تكون مقاسة. انت لو ما عارف منتجك ده، لو ما قست منتجك ده جودته قدر شنو، أو جودته خدمتك دي مستوى جودتها، مستوى تقبل هذه الخدمة وجودة هذا المنتج، يبقى مشكلة. فما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته. هتقيس على الأداء، هتقيس كل التفاصيل، المشكلات والانحرافات، على أساس إنه يكون عندك تدخل سليم، ويكون عندك improvement للnonconformity، عدم المطابقة لأي خدمة، ويكون عندك corrective action، إجراءات تصحيحية أو أفعال تصحيحية لأي defect. يلا بعد ذلك مرحلة الأنالايز، مرحلة التحليل.
تحليل السبب الجذري للمشكلة وتبدأ تبحث عن أفضل حل للمشكلة دي. ودي من المهام الصعبة، تحلل أسباب المشكلات. طبعا في تولز يعني في قياس الأداء، في الكي بي آيز مش كده، في الكي بيرفورمانس انديكيتورز، وفي 7 كواليتي تولز. بس الكواليتي لازم تعرف تستخدم الأدوات دي. وفي عمليات رياضية كثيرة جدا، أساليب كمية في علم الإدارة وأساليب رياضية أنت بتقيس بها مستويات انحرافات ومستويات أداء. وفي الاستاتيستيكال بروجرام مش كده، برامج الإحصائية اللي بتقيس بها أو بتحلل بها البيانات عشان تحصل على معلومات جيدة. فإذا أنا بحلل شنو؟ بحلل أسباب المشكلات بلا السبب الجذري للمشكلة. طيب لو بحثنا في مشكلة مثلا بتاع تقديم خدمة أو تأخير في تقديم خدمة طبية، لما أجي أبحث في السبب الجذري بلقى السبب الجذري ممكن يكون في قصور في الموارد، في الريسورسز، في الانهيومن أو في الهيومن، يعني قصور في عدد الأفراد المقدمين للخدمة أو قصور في الأجهزة والمعدات. طيب لما أجي أحلل بلقى في سبب بسيط ربما يكون عدم رضا منه مقدم الخدمة، سبب كافي جدا على إنه ما يقدم خدمة وفق ما هو مطلوب، عشان كده يقول لك شغال اليوم قدر قروشه، أو يقول لك نتواكد عليه، أو أي نوع من السلوكيات، في السلوكيات التنظيمية اللي بتكون واضحة وليها مؤشرات وليها دلالات. الآن وصلوا الشارع، وصلوا الشارع دي معناها وصلت مرحلة الكارثة، لأنه المشكلة والأزمة والكارثة الكارثة بعدك ما هتقدر تتعامل معها مش كده؟ سمعتوا بحاجة اسمها إدارة الكوارث؟ ما في حاجة اسمها إدارة كوارث مش كده؟ في درد، لكن الكارثة طلعت خارج السيطرة. يلا كده كل مؤسسة بعد يومين المؤسسة دي هتطلع، بعد مشروع ثلاثة المؤسسة ناس التعليم هيطلعوا، دواس كذا هيطلعوا حاجة. المفترض تكون عندك تحليل جذري للمشكلات دي وبعد ذاك حلول ليها. يلا نجي للإمبروف، للتحسين. والتحسين يجب أن يبقى هدفا دائما للفرد وهدفا دائما للمؤسسة. طيب أنا دار أحسن شنو؟ دار أحسن من الأداء، أحسن من الإجراءات، وداير أعرف كل الأفكار والخطط والطرق اللي ممكن تديني أفضل أداء من السابق. يلا للكنترول، التحكم التحكم في كل النظم وفي كل السياسات اللي ممكن تمنع لي من تكرار المشاكل، اللي ممكن تحد لي من وجود السلوكيات الخاطئة، اللي ممكن تحد لي من الانحرافات. فهنا حنرجع للتخطيط الجيد لمعالجة المخاطر اللي ممكن تحصل لك لقدام. التخطيط بالمناسبة بمثابة وقاية، صحيح؟ يعني انت ماشي في الشارع أو دار تطلع على مؤسستك بتخطط، ماشي بعربيتك تقول يا أخي أنا أقوم أمشي بالشارع الفلاني لأنه الشارع الفلاني ده ممكن يكون مقفول أو مدرس، وأطلع بالحتة الفلانية، خططت وبعد ذلك طلعت لقيت نفسك في فترة وجيزة وصلت، لكن ما خططت هتصل لهدفك متأخر وربما ما تصل، أمشي تلقى قدامك بمبان ومتاريس مش ده اللي قاعد يحصل يا أخواننا الأعمال دي. لازم تستفيدوا من الأزمات الحاصلة دي، لأنه اقتصاديات الأعمال الآن بتقول لك risk and opportunities، الخطر والفرصة، تحويل الخطر لفرصة، تعرف تدير الأزمات. طيب تتعامل معها بشكل عام. نشوف الجزئية دي ونختم.
بالنسبة للـ Health Care Organization، المستشفى بتاعتي بالـ Quality System أو بقواعد الجودة بتاعتها Role in Quality، أنا داير أحقق الجودة من خلال الآتي: What can you do؟ أنا ممكن أفعل شنو؟ ممكن تكون عندك documents currently and timely. الـ documents بيربطك بالدوكيومنتيشن بشكل عام، يعني توثيق للمعلومات systematic، يكون عندك نظام بتاع وانسيابية بتاعت معلومات وربط شبكي للأقسام وتبسيط للإجراءات وتوحيد للعمليات وتحسين لها، بالتالي حيكون عندك معدل بتاع تدقيق دقة للخدمة وسرعة للخدمة. And educate the patient and family. تسمعوا بالhealth education and promotion، تسمعوا بالcouncil. لازم الديتيشن يدو education للمريض اللي عنده مشكلة في احتياجات في nutritional needs، مش كده؟ معينة. لازم المريض يتلقى education يعني medication معين، استخدامه يكون كذا وحفظه يكون كذا وفي حالات كذا ما تستخدمه في حالات كذا، وما تعيد استخدام الدواء دي medication دي إلا الرجوع للطبيب وكذا وكذا. And minimize waste time and resources. أنا هنا يكون عندي يعني استغلال أمثل للموارد، فبالتالي بقلل من الوست، بقلل من الهدر، في هدر في الزمن، في هدر في الإنتاج، في هدر في الموارد، في هدر في كذا. الهدر ده بينتج عن سوء تنسيق وبينتج عن سوء تخطيط وبينتج عن كذلك سوء تنظيم للأدوار. عشان كده الوظائف الإدارية كل ما كانت موفقة بشكل جيد، 4 وظائف إدارية: تخطيط planning، التنظيم organizing، والتوجيه leading and directing مع بعض الوظيفتين ديل أو بترجموا بعض، والcontrolling اللي هو التحكم أو عملية الرقابة. كده نقول التخطيط من خلاله أنت بترسم خارطة الطريق وبتحدد الأهداف، التنظيم انت من خلاله بتنسق جهود الافراد وبتحدد المسؤوليات والصلاحيات وبتنسق وبتعمل ربط للمهام. طيب التوجيه بتوجه الافراد نحو تحقيق الاهداف، كيف يؤدوا مهام، كيف يحسنوا، كيف يطوروا. الرقابه انت بتثبت بقيه الوظائف، انت بتشوف بقيه الوظائف تمت كما هو مطلوب ولا لا، في اخطاء، في انحرافات، في ديفيشن، في ديفكت. والرقابة ما معناها تصيد للأخطاء بقدر ما إنه يكون تحسين ووقوف على الانحرافات والعيوب defect and deviation. طيب بعدك keep the patient safe from injury and infections. ده طوالي بيصب في جانب السلام، لازم أنا كل إجراءاتي تكون سليمة، يكون في نظام بتاع حقن آمن، يكون في نظام بتاع جراحة آمنة، يكون في بيئة نظيفة، في إشراف، في مسح لبيئة المؤسسة العلاجية للتأكد من نظافته وتهيئته وخلوها من أي مايكرو أورجانيزم أو باكسينيت، برضو لازم يكون في باكسينيشن للكل. طبعا هنا بدل العدوى والتطعيم دي فيها مشكلة كبيرة جدا، بدل العدوى اللي ما يعني حاجة ما بتسوى، يعني إضافة لأنه الوقاية أبسط حاجة يا أخوانا إنك توفر تطعيم للشخص للكادر الطبي. بعد ذاك بتسمع بأنه في كادر طبي معين حصل له مشكلة صحية وما استقبله مجانا أو ما لقى الرعاية الطبية اللازمة،
فبالتالي حيودوه مستشفى ثاني، المستشفى هو كان بيعالج فيها وضحى فيها، يمشي يودوه لحتة ثانية؟ يبقى من يرقد اي سي يو يقول له يا اخي دي كده كتير علينا، معليش طلعوا لنا البيشن دي. المواقف دي قاعد تلاقيكم يا اخوان. الكلام ده حاصل للاسف يا دكتور. والله حاصل، وشي مؤسف جدا يا اخواننا، شي مؤسف جدا مؤسف. طيب كذلك use appropriate sketch instruction to prevent readmission. الاستيعاش انفورميشن لازم انا اكون عندي معلومات دقيقه وتوفير لكل احتياجات المريض او احتياجاته من معلومات لما يطلع لما يخرج من المستشفى، ويكون خرج في الوقت المناسب. انا ما اكون طلعته عشان اوفر سراير وانشغل زي الفندق، انا ما اطلع المريض عشان هو بروبليماتيك مثلا. كلمه بروبليماتيك دي اخواننا ما مناسبه، المريض بيتعامل بنفسياته، بيتعامل بألمه، من يكون اون بين ممكن يرفع صوته، ممكن لازم الحاجات دي انت تكون عارفه انه المريض نفسياته ما زي الزول النصيح، مش كده؟ فكيف تنفذ التعليمات اللي تكون من قبل الأخصائي، وكيف بنساعد المريض بالمعلومات على أساس إنه لما نجي لأي سبب من الأسباب جراجع المستشفى تاني كأدمشة، الحاجة دي تساعده بإنه حالته الصحية تكون تمام، أو نوعا ما يعني يقول لك أنا والله بديك حاجة ما تجينا بها راجع تاني في السوق، مش كده؟ أنا بشتغل لك شغل يقول لك ما تجينا بها راجع، يعني يقلل من العيوب فيها. فدي في الخدمات البسيطة يا إخواني. طيب وبعدك بيذكرنا أو بيقول لنا إنه remember، لازم نتذكر if you didn't document it you didn't do it. إذا ما وثقت التفاصيل دي وضعتها في اعتبارك فكأنك ما عملت حاجة، يعني يعني ما وضعت في اعتبارك التفاصيل السابقة دي كأنك ما عملت حاجة، كأنك يا بزيت ما غزيت ولا بقولش، مش كده؟ أنا شاكر لكم كثير على حضوركم في المحاضرة البسيطة واللي فيها المضمونة كبير حقيقة بتفاعلكم بمشاركاتكم. إن شاء الله نوقف التسجيل بعد ذلك إن شاء الله، إذا في أي مداخلة أو أي سؤال أو كذا إن شاء الله. شكرا لكم.